مرحبا بكم على قناة أنوار بوست. في ظل تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيء للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، انتشر في مواقع التواصل فيديو لمواطنة فرنسية تثور بحرقة على تصرفات هذا الأخير، وهذا ما قالته: في هذه الأيام تكثرت الهجومات وقطع الرؤوس. لنكون واضحين، لدينا رئيس جمهورية أشعل النار في كل البلدان الإسلامية في العالم بسبب الكاريكاتير المسيء للإسلام. صور الرئيس حرقت في كل البلدان الإسلامية بسبب تصرف الرئيس وأفعاله. فرنسا الآن تتعرض للهجومات وقطع الرؤوس. لا تبحثون كثيرا، هذا بسبب الرئيس. لدينا رئيس يهين كل المسلمين، يتضارب مع أردوغان، يتضارب مع بوتين. هذه ليست المرة الأولى، منذ البداية هو أهان أيضا الفرنسيين. تذكروا كم من مرة، متقاعسين، جهلاء، والآن يهين المسلمين، يهين رؤساء البلدان. إذن بعض الأحيان عندما يكون رئيس خارج عن نطاق السيطرة، هناك إجراءات قانونية تتخذ. وهنا أخاطب البرلمانيين، هناك إجراء الإقالة. عندما يكون رئيسا لا يتمالك نفسه ويفقد السيطرة، تؤدي إلى تبعات خطيرة. لذا في هذه الحالة يجب تطبيق القانون وفصل الرئيس. وإذا تكلمنا على كوفيد-19 فهو غير قادر على تدبير الجائحة. رئيس لا يعرف إدارة البلاد، لا يعرف حل المشاكل الدبلوماسية في البلدان الأخرى، وهو الذي سببها أصلا. إذن يجب تطبيق هذا القانون، وهذا القانون هو موجود، قانون فصل الرئيس إذا فقد السيطرة عن تدبير البلاد. فماكرون يعرض الناس جميعا للخطر. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.